وسط أجواء من البهجة تتواصل فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، وتشارك في المهرجان 43 فرقة من دول وثقافات مختلفة. بنغمات موسيقية وضربات على الطبول تواصلت ليالي المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في أحضان قلعة صلاح الدين وسط إقبال جماهيري كبير، وتوالت عروض الفرق التي أثارت حماس الجمهور بأغنيات وطنية وبرقصات وأغنيات شعبية من دول مختلفة وألوان فنية متنوعة، حيث قدمت كل دولة فنونها التراثية والإيقاعية المختلفة، ومنها دولة المكسيك برقصاتها الفولكلورية وأزيائها الملونة المبهجة. أجواء مرة لطيفة في وسط القلعة، طبعاً احنا فوق الجبل، أجواء برودة، يعني أجواء ولا أروع، جميلة زين، يعني متعة. أنا كنت ناوي نص ساعة ربع ساعة أصور وأمشي، بعد ما شفت الأجواء ذي لا جلست الصراحة، من الجو الحلو وتنسى نفسك في الوقت ده. عجبني قوي جاي اشوف مهرجان الطبول علشان يعني حاسه الفايبس بتاعته هتكون حلوه قوي. قرعت الطبول من اجل السلام والمحبه بين الشعوب، وتناغمت ايقاعات 43 فرقه من دول وثقافات مختلفه، وشهدت فعاليات المهرجان عروضا خاصه من فرقه رضا التي قدمت مجموعه من الرقصات الاستعراضيه المتنوعه. فرقه رضا هي علم مصر، هي سفيره في العالم كله، واتمنى الناس كلها تيجي تشرفنا، واهلا وسهلا بيهم. طبعا مصر مفتوحه للعالم كله. النهارده عندنا 5 استعراضات، الاقصر بلدنا طبعا كل الناس عارفاها، رقصه فلاحي غزل في الريف، العتبه جزاز، النوبي، يعني عندنا كده اغاني كتير ورقصات كتير النهارده هنقدمها، مختلفه طبعا عن اللي قدمناه في الافتتاح لانه بيبقى بارت صغير قوي، عشان كل الفرق المشاركة بتبقى مشاركة في الافتتاح وفي الختام. النهاردة بقى العرض الخاص بفرقة رضا. الحضور استقبل نغمات الطبول والموسيقى بمزيد من الحفاوة والتفاعل، حيث بدأ الجمهور بالهتاف والتصفيق مع الإيقاعات البديعة التي ملأت أرجاء المكان. أول حاجة شايفة الجمهور كتير جدا وإقبال كتير جدا، أول حاجة. تاني حاجة إن الرقصات جميلة، المهرجان بيتطور أكتر وأكتر، بيزيد جمهور أكتر وأكتر. أنا جاية مع مامتي، وجاية ليه؟ علشان أنا كان نفسي قوي أجي المكان ده علشان أشوف الأماكن الأثرية والتاريخية وكده، وكان نفسي قوي أشوف القلعة والجامع وكده، والمكان تحفة قوي وحلو جدا، عجبني. كما تألقت الفرق المصرية ومنها فرقة مشوار التي قدمت عروضا من ملامح مختلفة من التراث الموسيقي الشعبي المصري الثري، ما بين فنون شعبية ورقصات وأغاني تراثية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري. أبيض كما قلبي، أبيض كما دوبي، حتى ملاذ السفر.